الذئاب. في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي نقدر نحدث جهازنا السامسونج من غير اي استخدام اي ادوات خارجية زي الكمبيوتر او استخدام مثلا اداة، وشرحنا الكلام ده بالتفاصيل وازاي نسرع عملية التحديث، ولو انت الجهاز اتأخر عليك التحديثات هتعمل ايه. الفيديو ده الجزء التاني اللي انا وعدتكم بيه لو انت معرفتش تعمل الحلول الاولانية، وده طبعا فيديو هيكون طويل شوية علشان اقولك ازاي تقدر تنزل النسخة على جهازك، وكمان ازاي تنقلها في جهازك الكمبيوتر، وبعد كده تثبتها عبر تطبيق او برنامج الاودين اللي بيبقى موجود في جهاز الكمبيوتر. الكلام ده كله انا هشرحه بكل التفاصيل، فياريت ما تسرعش في الفيديو وتكون مركز كده معايا، وتحاول تنزل كده البرامج قبل ما ابدأ في الفيديو علشان تكون جاهز بكل خطوة انا هعملها. هوريكم دلوقتي حاجة على السريع كده قبل ما نبدأ في الشرح. عندنا هنا سامسونج الميمبرز اللي انا شرحته في الفيديو اللي فات، فانا هفتح لك حاجة كده هثبت لك ان انا حدثت جهازي قبل ما ينزل اصلا التحديث على دولة مصر. زي ما انت شايف هنخش هنا على الاشارات، وبيظهر هنا الون يو اي اندرويد ابجريد. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين بيوريك هنا الاجهزة اللي هتتحدث والاجهزة اللي اتحدثت بالفعل. لو ركزت في القائمة وهعمل لك زوم مفيش هنا اجهزة محدثة، يعني بيقول لك هنا ابديت كومبليت، يعني خلاص الاجهزة اصلا اتحدثت وصباح الفل واخدت التحديثات. هنا جهازي مش موجود، يعني جهازي الاس 10 لايت مش موجود هنا في القائمة. لو طلعنا لفوق هنلاقي هنا بيقول لي والله انت جهازك لسه صاحبي، انت في مصر وما ينفعش، مع ان التحديث وصل الامارات الكويت ووصل لجميع الدول ما عدا مصر. هنفتح كده جوجل كروم وهنكتب هنا موقع اسمه سام موبايل داونلود بالشكل ده. خش كده الصفحة الرئيسية بس عشان نكون كده ايه على بياض. زي ما انت شايف يا معلم موقع سام موبايل، هعمل لك كده سكرين ريكورد علشان ايه تكون معايا في الصورة، وكمان تشوف الشاشة من الناحية دي او من الناحية دي. زي ما انت شايف يا معلم هنخش هنا على التلات شرطة من على الشمال، وهتختار هنا حاجة اسمها فريم وير. فريم وير اهي، حلو جدا، حاجة سهلة جدا اهو. وبعد كده بتدوس هنا على ان ماي موديل نمبر، تدوس عليها كده هتجيب منين ان ماي موديل نمبر، تدخل كده على الضبط، وبعد كده اباوت فون او معلومات الهاتف، وهتلاقي هنا الموديل نمبر اهو بالشكل ده، وهتلاقي اس ام شرطة جي 720F، تمام، لازم يكون كابيتال. تختار اول واحدة اللي هو اس اف، هتختار اول واحدة الاس 10 لايت الاس ام جي 720F لو انت في دولة عربية اهو بالشكل ده. هتدوس هنا على الكونتري وهتدور هنا على دولة الامارات، هتلاقيها بالاسم الاتي اهو، هنجيبها اهو يونايتد عرب اماراتس، تمام، يا رب يكون بطلها صح. وهتلاقي جنبيها اكس اس جي، ما تختارش ال واي اس، لا مش تبعنا الكلام ده، هنختار الاكس اس جي لان الباردة بتاعتنا اكس اس جي، تمام، هنختارها كده وتشيك ابديت، تمام. ننزل لتحت كده وبنلاقي يا معلم الابديت بتاعنا. زي ما انت شايف هنا في اتنين ابديت، في اتنين اندرويد 12، اول واحد هو 11.1 اللي نزل فيه، والابديت التاني هو الابديت الامني اللي بينزل من بعد التصحيح هو 30.1.2022. هنختار اخر ابديت، تمام، هندوس هنا، اهم حاجة تتأكد ان هو الفيرجن او الاصدار اندرويد 12. هندوس هنا ننزل كده وهنشوف، والله نتأكد ان الامارات والبرودكت كود اكس اس جي، طيب تمام، كويس جدا كويس جدا. هنعمل ايه يا معلم؟ هنعمل هنا جوين داونلود عشان احنا لازم نسجل دخولنا، هنسجل دخولنا اهو. وبعد ما تسجل دخولك او تعمل حساب جديد، وده يفضل بحيث يكون حسابك مش لازم تعتمد على الحساب اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن، ولكن انا ممكن اسيب حساب وممكن ما اسيبش، ولكن احسن لك تعمل حساب جديد. وبعد كده هتعمل ويت اند داونلود هو بالشكل ده، هتستنى 29 ثانية. من بعد ما تستنى 29 ثانية بتدوس هنا على داونلود وبيتحمل معاك بالشكل ده، يعني بيكون الروم مساحته 5 جيجا. طبعا انا لما ثبتت الروم اللي فات كان مساحته 7 جيجا او 6 جيجا، ده كان ال One UI 3.1 اندرويد 11، ولكن حاليا الروم ده مساحته كام؟ 5 جيجا و8. اول ما تنزل الملف على التليفون بتحط وصلة التايب سي وتنقل الملف قبل ما تعمل اي خطوة.
بتجيب الملف تنقله وتعمل له كات على الكمبيوتر وبعد كده تشتغل، ولو انت منزله من على الكمبيوتر فدي حاجة خلاص مانيش لازم تعملها. وبعد كده ننتقل على خطوات التثبيت. اول خطوة هتعملها انك هتقفل تليفونك الجميل، طبعا لازم تركز معايا لاخر الفيديو. وكمان الخطوات دي هتمشي على اي تليفون، اذا كان S20 S10 S9، طبعا S9 التحديثات اتقطعت من عليه، اذا كان اي تليفون حديث حاليا في الوقت الحالي مدعوم عليه تحديث اندرويد 12، بتنزل زي ما وريتك على الموبايل او من على الكمبيوتر السوفت وير او الروم الخاص بيه. لازم تتأكد انك مثبت ملف التعريفات بتاع جهاز السامسونج، هسيبه لك في الديسكريبشن، ومثبت اخر اصدار من برنامج لودين على جهازك الكمبيوتر، وبعد كده معاك الملف. التلات حاجات دول لازم يكونوا معاك ومهمين جدا، يعني لان ملف التعريفات ده هو اللي بيعرف الجهاز على التليفون وبيعرف ان التليفون ده سامسونج اكيد يعني. وكمان ملف الاودين او برنامج الاودين اللي انت بتستخدمه في عملية التثبيت. وكمان يا صاحبي الملف الخاص بالروم هو ال5 جيجا، ولازم تتأكد من مساحته، ولازم تتأكد ان التنزيل بتاعك كامل مفيهوش اي اخطاء. بتيجي كده على الروم او مساحة الروم، بتيجي عليها بتضغط عليها بتعملها اكسترا هير، او بتحدد الملفات الموجودة داخل الزي اي بي او ملف الرار، بتحددها وبتطلعها خارج الملف المضغوط، بتخليها بره في الكمبيوتر، وبعد كده نسرع بس عملية التنزيل ونكمل. ومن بعد الاستخراج بيظهر معانا 5 ملفات. خلاص كده ظهر معانا 5 ملفات وكل حاجة تمام. بنفتح برنامج الأودين بالشكل ده. أول ما نفتح برنامج الأودين لازم نعرف إن البرنامج بتاعنا شغال ولا لأ. نفتحه كده ونتأكد. خلاص طالما قال لك أوكي كده خلاص البرنامج شغال معانا. ننتقل على خطوة التثبيت او خطوة فتح الداونلودر. ما تحطش اليو اس بي بتاع الشحن، يعني انت بتجيب اليو اس بي الاصلي تحطه في الكمبيوتر تمام وتستنى. بتدوس على زر رفع الصوت وتخفيض الصوت مرة واحدة، هما الاتنين مع بعض، مالكش دعوة بزر الباور. بتسيب زر الباور وبتدوس على زر رفع الصوت وخفض الصوت، وبعد كده بتحط الوصلة كأنك بتشحن، تحطها مرة واحدة وما تشيلهاش زي ما انت شايف التليفون مقفول اهو. وبعد كده تحط الوصلة مرة واحدة زي ما قلت لك اهو، ترفع زر الصوت وتوطي وتدوس، وبعد كده تحط وصلة، واهم حاجة لازم تكون متوصلة في الكمبيوتر زي ما انت شايف بالشكل ده. بترفع بعد كده الصوت كأنك بتعلي اهو، ركز معايا، بتعلي الصوت. اول ما بتعلي الصوت يا معلم الكمبيوتر عندي هنا بيتعرف على الجهاز، شايف البتاعة دي اللي اتحولت الى لون ازرق او سماوي، خلاص نورت. اول ما بتنور كده خلاص الكمبيوتر اتعرف على جهاز الاندرويد. بتروح بقى على الخطوة اللي بعدها، بتحط البي ال، شايف هو ترميز البي ال ده تمام. بتحط البي ال في البي ال، الملف بيكون مكتوب عليه بي ال، بتحط الملف في البي ال. يعني حاجة سهلة جدا، الاي بي بيكون الملف مكتوب عليه اي بي بتحطه، السي بي بتحط الملف مكتوب عليه السي بي تمام، والسي اس سي بتحط الملف السي اس سي، وكل حاجة سهلة جدا ما فيهاش اي مشاكل يعني. والصراحة لو جهازك قوي فالملفات هتتحط بسرعة، ولو انت جهازك ضعيف فانت اصبر على جهازك الكمبيوتر كده هو بيعمل ريلود او بيعمل تحميل للملفات، لان الملفات دي تقيلة مش حاجة سهلة يعني على الجهاز. وما تلعبش في اي حاجة تانية من بعد ما تحط ملفات وتعمل ستارت. اول ما بتعمل ستارت عندك هنا جهاز التليفون اللي انت ماسكه في ايدك بيستقبل الملفات زي ما انت شايف كل حاجة بتتعمل. الموضوع ده هياخد معاك حوالي 15 دقيقة، ياخد معاك 20 دقيقة على حسب الروم وعلى حسب تليفونك وعلى حسب جهاز البي سي اللي انت بتستخدمه. يعني لو جهاز بي سي 2 جيجا رام فصباح الفل هيثبت لك الروم بشكل بسيط جدا وبشكل سهل. طيب
دلوقتي زي ما انتم شايفين اللي عند البي سي خلاص او جهاز الكمبيوتر بتاعي قرب يخلص في التثبيت، وهنا وصل الربع يعني او قبل النص بشوية. فاحنا دلوقتي هنخلص تثبيت وبعد كده نرجع لكم. اول ما يظهر عندك باللون الاخضر كده ان هو خلاص كده تم، بتخلع كده الوصلة من التليفون، والتليفون بتاعك بيفتح على الشعار مرة او مرتين وبعد كده بيشتغل. هو على طول بيفتح مرة وبعد كده يرستر، وبعد كده بيفتح المرة التانية، بتلاقيه على طول بيعمل اوبتمايز للتطبيقات وبيشتغل معاك بشكل سهل جدا وبشكل ستيبل. طبعا احنا تخطينا عملية البدء وتخطينا كل حاجة، ولكن انت بتعمل زي الاول خالص كأنك جايب التليفون جديد وبتبدأ اعداداتك من اول وجديد. واكيد من بعد ما ثبتت فالموضوع ما خدش منك 15 دقيقة او 20 دقيقة، الموضوع سهل وكمان بسيط ومش هياخد من وقتك كتير، وكمان هتتعلم حاجة كويسة جدا انك عرفت تقدر تثبت الرومات اللي انت عاوزها. حتى لو كنت عايز تعمل اي حاجة تاني في التليفون فانت اكيد اخدت خبرة. الفيديو ده طويل جدا فمعلش يا بطل طولت عليك، فلو عجبك الفيديو كده متنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ومتنساش تبص على القناة، والسلام عليكم.